بكم أصدقائي أطفال كي جي 1، أتمنى أن تستمتعوا بأوقاتكم وأن يكون فيها وقت للمراجعة لما أخذناه في الترم الأول. وسنبدأ الآن بمراجعة ما أخذناه وهو قطار الحروف. سيبدأ قطار الحروف حرف، هل تتذكرون؟ إنه يبدأ بحرف ألف. يبدأ بحرف ألف. من يأتي بعد الألف؟ إنه حرف باء. باء. ثم بعده حرف التاء. ألف باء تاء. من يأتي بعد حرف التاء؟ إنه الساء. بعد الساء حرف جيم. من بعد الجيم؟ حاء. ثم يأتي حرف الخاء. من يأتي بعد حرف الخاء؟ دعونا نتذكر من هو الحرف الذي يأتي بعد حرف الخاء. دعونا نبدأ من البداية. ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء. إنه الدال يا أصدقائي، دال. ثم يأتي ذال. بعد حرف الذال يأتي حرف الراء. ثم زين. ثم بعد حرف الزين يأتي حرف سين. ويأتي بعده حرف شين. من بعد الشين يا أصدقائي؟ إنه حرف صاد. إنه حرف صاد. هل تستمعون يا أصدقائي؟ حرف الصاد ينادي ويطلب أن يركب معنا أخوه الحرف الجديد. يا ترى وما اسمه؟ إنه حرف ضاد. حرف ضاد. فعلا إنه يشبهه كثيرا، ولكن عليه نقطة. إنه يشبه الصاد ولكن عليه نقطة. ضاد ضاد ضاد. انظروا معي يا أصدقائي، حرف الضاد يريد أن يلعب مع أصدقائه، وسيلعب أولا مع حركة الفتحة التي توضع فوقه فينطق ضا ضا ضا. دعونا ننظر إلى الكلمة صديقة ضا. إنها ضابط. ضابط. ضا ضابط. من هو الضابط يا أصدقائي؟ إنه شخص مهم يدافع عن الوطن ويحمينا من اللصوص والمجرمين ويقبض عليهم. إنه الضابط. ضا ضابط. ثم حرف الضاد سيلعب مرة أخرى، ولكن هذه المرة سيلعب مع الكسرة، وتوضع الكسرة أسفل حرف الضاد. وعندما يلعب مع الكسرة ينطق ضي ضي ضي. وتأتي كلمة ضفدع. الكلمة صديقة ضي كلمة ضفدع. ضي ضفدع. وما هو الضفدع يا ترى؟ إنه كائن حي من البرمائيات، أي أنه يعيش على الأرض ويستطيع أيضا أن يعيش في الماء ويتغذى على الحشرات. ضي ضفدع. وأخيرا سيلعب حرف الضاد مع الضمة وسيكون ضو ضو ضو. والكلمة صغيرة.
صديقة دو ستكون كلمة دروس. دو دروس. دو دروس. الدروس يا أصدقائي نعمة كبيرة خلقها الله لنا في الفم، تساعدنا على مضغ الطعام جيدا حتى لا نرهق المعدة ولا نصاب بالأمراض. هيا بنا يا أصدقائي لنتعرف كيف يكتب حرف الضاد. امسكوا معي بالقلم، نضع القلم على النقطة ثم نصعد بيضة صغيرة ونسير على السطر لنغلقها، ونصعد مرة أخرى سنة صغيرة وننزل لنقوم بعمل طبق كبير، ولا تنسوا النقطة يا أصدقائي، ونضع فوقها فتحة ضا ضا. هيا نكرر مرة أخرى، امسكوا معي بالقلم، نضع القلم على النقطة، نصعد بيضة صغيرة ونسير على السطر حتى نغلقها، ثم نصعد سنة صغيرة وننزل لنقوم بعمل طبق كبير، ولا تنسوا النقطة يا أصدقائي، ونضع كسرة ضي ضي. نكرر مرة أخرى، نضع القلم على النقطة ونصعد بيضة صغيرة ثم نسير على السطر لنغلقها، ونصعد سنة صغيرة ثم ننزل لنقوم بعمل الطبق الكبير، ونضع النقطة وفوقها ضمة ضو. ضا ضابط. ضي ضفدع. ضو دروس. ضا ضابط. ضي ضفدع. ضو دروس. ضا ضابط. ضي ضفدع.